شعبيات معلش فانا بعشق السواقه صراحه بالعربيات فكل الامثله بتاعتي وسبحان الله لقيت في علاقه وثيقه ما بين العربيات وسواقتها وما بين الحياه والبزنس ما اعرفش ازاي يعني علاقه رائعه فاللي سايق العربيه ماسك دريكسيون وماشي عمال باصص في المرايه اللي بتوريه ورا تمام البيزنس الحالي اللي من غير بيزنس انتليجنس ديبارتمنت من غير حضراتكم ان شاء الله الدي اي ديفلوبرز الرائعين في المستقبل عامل زي اللي سايق عربيه ودايما باصص في المرايه اللي ورانا يروح يجي الصبح للمحاسب بتاعه احنا بعنا امبارح بكام الاسبوع اللي فات اسكندريه عملت ايه فرع اسكندريه الاسبوع اللي قبله اسوان عملت ايه كله باصص للخلف كله امبارح حصل ايه عشان كده اول عمود دول بيجي قدامه يكون داخل فيه صح؟ اول حفره وفي لسه حكايات عن الحفر كتير يعني في اول حفره يقوم بوم واقع فيها تمام؟ فعشان كده احنا بقى بنحل المشكله دي بنقول له خلي بالك لا بص قدام بقى مش كله لازم تدي شويه لازم تبص قدام فاحنا هنا بنقول له ده الفوركاستنج اناليسيس باستخدام الداتا مايننج ان انا في نوفمبر انت حققت هنا 500 خلي بالك حسب الترند بتاعك انت يمكن تنزل شويه او ممكن تطلع تاني او ممكن يروح او تمشي ستريت يا دي ليها بزنس ديسيشنز ليها ديسيشن ميكنج معين ليها ديسيشن مش مبسوط مش فرحه قوي ان انا هزود المبيعات على فكره ممكن زياده المبيعات فجاه في بزنس يوقعه لانه مش كيبابل انه يخدم الزياده الجامده دي اوبس انا هزود 3 مليون في خلال شهر يبقى لازم اجيب ورك فورس ازودها اجيب المخازن ازودها اجيب بضاعه اكتر عشان ما اقعش صح فيلحق يحمي نفسه في البيزنس هنزل ليه بقى وابتدي احلل لان في فرع متكاسل في موظفين مش شغالين وهكذا او الدولار هينزل او هيطلع عن سول فابتدي اخد قرارات فمن اهم مزايا الداتا مايننج عمليه ايه الفوركاستنج اللي احنا بنقول عليها تمام